بالنسبة لطاقتك حاليا يا برج الجوزاء، عم شوفك عم تحاول انه تكون اجتماعي اكثر، تنخلط مع اشخاص اكثر او تكون صداقات اكثر بحياتك. عم شوفك ايضا عم تحط مجهود كثير عالي تجاه عملك، عم تركز كثير ايضا تجاه عملك، في عندك حركة وتقدم أسرع بهالشهر لأنه عندك ذا تشاريوت. ممكن تكون أنت طالع عندك أو الزهرة عندك أو المون ساين عندك السرطان لأنه كروتايب تتبعك، فعندك عم شوف عندك تقدم وعندك طموح كتير عالي عم تشتغل عليها كتير، عم تفكر أيضا استمرارية بإشي مستديم، علاقة تكون جدية. بالنسبة للشخص اللي أنت عم تتعامل معه، الحبيب أو الشريك، عم شوفه شخص بالأغلب ممكن تكون عم تتعامل مع برج ناري. مبين عندي أغلب الطاقة اللي طالعة طاقة نارية وطاقة ترابية أيضاً. فالشخص اللي عم تتعامل معه شخص شوي متهور، شخص شوي مندفع، ولكن عم شوف انه هو لحي الله سبب كل ما بيجي بيحكي معك هالشخص او يحاول انه يتقرب منك بيصير في بينكم نزاع او كونفليكت او خلاف. أيضا ممكن يكون هالشخص عم يمر بمشاكل عديدة بحياته، يعني العامة بعيدة عن علاقتكم مع بعض، ممكن يكون عم يمر بخلافات ونزاعات مثلا في مجال عمله أو في أسرته حتى، يعني بالجانب العام بحياته. ولكن عم شوفه مندفع، عم شوفه في عنده طريق بده يمشي فيه، أو عم طاقته عم تكون سريعة. عم شوفك بالمستقبل يا برج الجوزاء في عندك عروض كثيرة من الحب، في عندك عروض رح تجيك، ولكن بدك تنتبه، بدك تاخذ قرار أو بدك تكون مفتح عقلك لحتى، لأنه أغلبية عروض الحب اللي رح تيجيك رح تكون مش غير صادقة. في عندك أنت مشاعرك غير مشاعر الأشخاص اللي عم يحاولوا يقدموا لك عروض، لأنه عم نشوف أنت عندك King of Cups، فأنت عاطفيا شخص mature أو شخص ناضج، ولكن عروض الحب اللي بدك تنتبه من أي شخص يقدم لك عرض حب إنه ممكن يكون مش صادق، مش صادق مثل ما أنت بتتوقع إنه يكون. أيضا عم شوف إنه بينكم أنت وهالحبيب طاقتكم المشتركة، عم شوف إنه في كتير حكي بدكم تحكوا، ولكن عم شوف إنه انت بتركز اكتر على نوعية الحكي اللي بتحكيها، يعني انت بتدرس الوضع اكتر او بتعيد حسبان المسألة في مع حالك قبل ما تحكي بالموضوع اكتر من الشخص اللي انت عم تتعامل معه. انه الشخص اللي عم تتعامل معه ممكن يكون متهور، فممكن اغلبية المشاكل أو النزاعات اللي عم تصير بينكم بسبب إنه شخص متهور أو بسبب إنه ما بيدرس كتير الحكي، لأنه هو مبين إنه ذكي ويتي، يعني بيفهم، ولكن في عنده نوع من ال carelessness أو عنده نوع من ال مش عدم مسؤولية، شوي مش كتير بيركز أو مش كتير بينتبه على الحكي اللي بيحكيه. عم شوف انه
حبيبك بالمستقبل أو خطواته بالمستقبل، الشخص عم يستنى خبر منك. Three of Wands عم يستنى رسالة، عم يستنى نوع من الخبر، عم يستنى رجوع أيضا، رجوعك، لأنه بيشوف إنه أنت معك الحياة، يعني بده يكون معك حياة كاملة أو بده يستثمر بالفعل فيها العلاقة. ممكن بداية العلاقة الشخص هذا كان مش كتير واخد الموضوع بجدية، ولكن عم شوف بالمستقبل إنه هو عم يفكر فيك كتير، عم يشوف إنه برغم المشاكل اللي صارت بينكم إلا إنه بيعتبرك رفيق درب مناسب أو سول ميت مناسب. بدنا نسحب كروت توضيحية لحتى نشوف أنت هل رح يجيك عرض حب من هالشخص، لأنه عندك عروض حب في المستقبل. بدنا نشوف هل هالشخص رح، لأنه هو مستني رسالة منك، مستني خبر، بس بدنا نشوف هل رح ياخد خطوة، لأنه أيضا مبين إنه هو عم يستنى ولكن بده ياخد خطوة. بدنا نشوف هل رح يتقدم جهدك هالشخص. عم شوف إنه هو كتير عم يفكر بالماضي، هالشخص كتير عم يحل الماضي اللي صار بينكم، وبده يقدم لك نوع من العرض أو يحكي معك، ولكن عرض مش كتير كبير، مش جدي، أو هو بيحس إنه هو مش مستعد حاليا إلى شيء جدي كتير، ولكن عم شوف إنه بده يقدم لك عرض حب. أيضا King of Pentacles ترمز إلى شخص مستعد إنه يحط المجهود في العلاقة، ولو إنه مش رح يقدم لك إشي جدي، بس من البداية هو مستعد إنه يحط مجهود في بهالعلاقة يعني، والتواصل اللي بينكم. طب من نشوف هالشخص ليش ما اتخذ خطوة لحد هلأ؟ يعني أو شو هو العائق اللي عم يمنعه من إنه يجي ناحيتك؟ المادة مبين إنه هو المادة نوع من واحدة من الأسباب اللي عم تمنعه من إنه يجي ناحيتك. أيضا هالشخص في عنده خيارين بده يتخذ منهم، في عنده شيئين، شخصين، أو طبيعة العلاقة هاي مع العمل مثلا بده يوفق بينهم، ولكن في عنده خيارين بشأن إشي معين هو لسه ما اتخذ القرار لحد هلا، عم يدرس الموضوع. أيضا هذا برج الجوزاء، هاي الكرت بيتبع برج الجوزاء، يعني هالشخص عم يفكر فيك بالعقل الباطني وعم يدرس الموضوع، وبيشوف إنه هو في عنده أو أنت بتقدم له الرضا النفسي اللي عم يبحث عليه. عم يشوف إنه عم تتفاهموا كتير، أو الوضع بينكم بس يكون منيح بيكون كتير منيح. أيضا في عنده رسالة أو في عنده إشي بده يقدمها لإلك أو بده يوصلها لإلك، ولكن مش عارف كيف يوصلها لإلك. بيجوز البعض منكم أنت تكون مساوي بلوك لهالشخص، فما في عنده أي طريقة يوصل لإلك هالشخص. ممكن إذا أنت وهو في مجال يعني، أو إذا في بينكم أشخاص مشتركين، أو ممكن تقابل هالشخص في منطقة مشتركة، ممكن على الأقل تبين له إنه أنت ممكن تتقبل منه حكي، لأنه عم يشوف إنه هالشخص خايف يحكي، لأنه كل ما بيجي بيحكي
بتصير في مشكلة أو بيصير في جدال أو بيصير في نزاع. طيب بدنا نشوف بالمستقبل هالشخص شو هو اللي بده. بده تواصل، هو بده تواصل حتى يعني بالمستقبل، مع إنه عم يستنى منك هون رسالة، إلى إنه بده تواصل معك. عم شوف إنه بده بداية جديدة معك، وفي رح يترك إشي معين هالشخص. ممكن يكون في أكس بحياته، أكس، أو حاليا يمكن أنت وهو مش بعلاقة وهو بعلاقة أخرى مع شخص آخر. عم شوف إنه رح يترك إشي معين، إشي قديم بحياته، لأنه عم شوف إنه في بده يترك إشي مشان بداية جديدة بحياته. تواصل أيضا، بده تواصل معك. طب الطاقة المشتركة بينكم، لأنه أنت مبين إنه عم تدور على إشي جدي وعم تبحث على الاستمرارية. أيضا ممكن تكون أنت الطرف الجدي أكتر بالعلاقة، لأنه أنت عندك عمدان أكتر بالكروت اللي بيتبعوك، أو أنت عم تبحث على استمرارية أو أكتر من هالشخص. عروضه صغيرة عم شوف هالشخص، أو أنت عم تطلب إشي ملموس، عم تطلب إشي جدي. طب بدنا نشوف بالمستقبل شو ممكن تكون طبيعة التواصل اللي بينكم، لأنه في عندك أيضا Wheel of Fortune، يعني في عندك تغيرات رح تصير، تغيرات مفاجئة رح تصير بالتواصل بينكم. يعني اللي مش عم يحكي مع حبيبه حاليا أو مع شريكه بالأغلبية رح يصير في حكي، واللي عم يحكي اللي في تواصل حاليا مع الحبيب بدك تنتبه، لأنه هالكرت بيرمز إلى تغيرات دائما، فبدك تنتبه بوقت ما يصير النزاع بينكم إنه تحاولوا تحلوا المسائل بطرق سلمية. طب بدنا نشوف بالمستقبل شو هي طبيعة التواصل اللي راح تصير بينكم، أو مبين إنه أنت وهالشخص بصراحة في كتير أوراق عندي عم تطلع اللي هي conflict أو اللي هي نزاع أو اللي هي جدال مشاحنات، فمبين إنه أنت وهالشخص كتير في بينكم حساسية، يعني كتير في بينكم passion، عندك ويل اوف فورتشن طلعت مرة تانية تغيرات. يعني الوضع بينكم بيكون بيمر من بين هادئ ومستقر في لحظة إلى كونفليكت، يعني بيصير بينكم أو جدال. دائما الوضع بيتغير بينكم، دائما بيتلخبط مرة هيك ومرة هيك. ف طبيعة الحكي بينكم بالمستقبل بدك تنتبه، بدك تحاول تحل الأمور بطريقة سلمية، أو تحاول إنه أنت تتفهم وجهة نظر هالشخص. عم بشوف هالشخص كتير مندفع، ممكن يكون أيضا عصبي شوي، لأنه كتير أوراق عنده مشاحنات ومجادلات، فعم شوف انه بيصعب عليه الشخص انه يتحكم بمشاعره او هو كيف بيحس. اللي بيحس فيه بيطلعه، ممكن ما في عنده فلتر او ما في عنده تنقية للحكي قبل ما يحكي. فعم شوف انه هاي هي سبب المشكلة بينك وبين هالشخص. فحتى بالمستقبل البعض منكم اللي رح يكون في بينكم تواصل، بدك تنتبه من طبيعة التواصل، يعني بدك تحاول إنه تحل الأمور بطريقة دبلوماسية أكثر. أوكي حبايبي برج الجوزاء، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله راح أشوفكم في فيديو قادم.